اليوم كنا حاضرين بحذيكم في معتم ديت عين جلولة، الهدف منه ان ساعة تكون يوم تحسيسي حول التكوين المهني. كيف زادة علاش هاليوم التحسيسي هذايا؟ هو تحضيرا للمعرض الجهوي اللي بيصير نهار 3 جوا حول زادة التكوين المهني، والهدف برمي معناتها الاهداف اللي لازمنا نحققوها هي تقريب المعلومة للجهة في معتمدية عين جلولة، كما خدمنا معتمديات القيروان الكل، الهدف منه تقريب المعلومة، الإجابة على الاستفسارات، وكانت الشراكة الحمد لله ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص للتكوين المهني. وكيف زاد نحب نشكر الشراكة بين جي سي القروان وجي سي السبيخة وجي سي اللي موجودة معناتها في القيروان زاد في الحاجب، كيف زاد الكشافة التونسية وشباب يغير اللي عاونونا، تواجد زاد وسائل الإعلام اللي غطات الأيام هذه التحسيسية، وإن شاء الله زاد بتواصل النشاط ليوم المعرض وبعد. إن شاء الله أنا نقول اللي المعلومة وصلت، إن شاء الله نكونوا نحن حققنا الهدف هذية، وإن شاء الله زاد تتعاود أيام تحسيسية أخرى ومعارض أخرى تكون خير باش نوصلوا المعلومة باش نفيدوا هالشباب هذية باش يوصل للأهداف نتاعو. ونحب نأكد راهو التكوين المهني هو مسار نجاح كيف وكيف التعليم وكيف زاد فما أفاق، حكينا على الأفاق نتاع التكوين المهني وعلاقتها بالتشغيل وبالمبادرة الخاصة. اليوم هي حملة تحسيسية إعلامية جهوية، اليوم جاء الدور اليوم على معتمدية عين جلولة كيف المعتمديات الأخرى، اختتمنا اليوم على الحملة هذه. الهدف الأساسي بتاعه هو التعريف بالقطاع التكوين المهني سواء عام أو خاص، مختلف المراكز، مختلف الاختصاصات اللي تأمنها المراكز هذه، مختلف الخدمات المزدية من طرف المراكز هذه. الهدف منها هو تقريب المعلومة للشباب، قلنا الشباب نمشي له وين هو موجود، هذا في إطار التحضير للمعرض الجهوي للتكوين المهني العام والخاص اللي باش يصير إن شاء الله نهار 3 جوان في ساحة المغرب العربي في القروان. قلنا في إطار تكافؤ فرصنا بين الشباب المعتمديات وشباب وسط البلاد، قلنا خلينا نخرجوا لهم ونوصلوا لهم المعلومة. التكوين المهني برشا اختصاصات، برشا آفاق، برشا ابواب تتحل ان شاء الله، من سواء في التشغيل، في اندماج في سوق الشغل، في من ناحيه بعث المشاريع، الاتصال بالحساب الخاص، التوظيف بالخارج، يعني حاولنا نمسوا المواضيع كل اللي هي في علاقه مباشره بالتكوين المهني. زيارتنا اليوم تندرج في نطاق الايام التحسيسيه التي تقوم بها الغرفة الجهوية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني لتحضير للمعرض الجهوي الذي سيقام يوم 3 جوان بمدينة القيروان. زرنا معناها كل المعتمديات اليوم آخر يوم في زيارات تحسيسية، من بداية بدينا من نهار الاثنين، غطينا 3 معتمديات، نهار 3 كيف، نهار 4 كيف، نهار الخميس اليوم 4 معتمديات، معناها 13 معتمدية مسها التحسيس والاتصال بالشباب ومنها توضيح كل منظومة التكوين المهني للفئات المستهدفة، واللي معناها نعرف احنا أهمية التكوين المهني لتسهيل عملية التشغيل. اليوم كانت زيارتنا لمعتمدية عين جلولة باش نعرفوا بالتكوين المهني أفاقه ومجالاته والخدمات والاختصاصات اللي يوفرهم. بالطبيعة عرفنا بالمراكز اللي موجودة في القيروان واختصاصاتها، وزيد عرفنا بالاختصاصات نتاع المراكز اللي موجودة في الجمهورية كاملة، تلبية لحاجيات كل شاب يحب يتكون، كل إنسان يكون مغروم بنوع متاع التكوين يعني موجود في القروان أو خارجه. عرفنا له بالمراكز اللي موجودة وبالاختصاصات اللي موجودة خاصة في الحكومي والخاص. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.